السلام عليكم ورحمة الله، أطيب التحية لكم مشاهدي الكرام، وأرحب بكم بحلقة جديدة من طبيبك معك. واحد من أكثر المفاصل اللي إحنا نستخدمها بحياتنا اليومية هو مفصل الركبة، وأكيد كثير من عندنا ما يعني يعاني في يوم مثلا صعوبة بالحركة، أكو ألم مثلا بصعود الدرج، مرات تكون عنده أصلا صعوبة بحمل الأثقال، فبالتالي أكو هواي مشاكل. المشاكل تتدرج بين أنه ممكن تشنج، ممكن التهاب بسيط بالمفصل، ممكن نصعد إلى مرحلة السوفان أو تلف كامل بالمفصل. إحنا كنا سامعين بهاي المصطلحات، لكن أكيد مع تطور العلم صار العلاج مو فقط أكيد بالأدوية، وإنما الجراحة لها دور. وواحدة من التقنيات أو العمليات الجراحية الحديثة هي عمليات تبديل مفصل الركبة، اللي سابقا كانت تجرى بشكل جزئي، حاليا باستبدال كامل. هذه العملية كثير بعض من الناس يتخوفون ممكن من إجراءها، خوفا من التبعات أو من نسبة النجاح اللي مثلا يشكون مثلا مرات بها. فاليوم نريد نحكي لكم التفاصيل الكاملة عن عمليات تبديل مفصل الركبة، وراح يشاركني الحديث الدكتور محمد شهاب، أخصائي جراحة العظام والكسور. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام، أهلا وسهلا. هلا دكتور. يا هلا بحضرتك، نورتنا دكتور. الله يسلمك. الله يحفظك. دكتور، مثل ما سولفنا أنا وحضرتك قبل شوية، قلنا أنه العملية جوز الناس ما كلش بعدها متخبلتها، يجوز أكو هواي ناس أساسا يجون للمستشفى أو يجون للعيادة ومن تقول له أنه على عملية أنت وصلت مرحلة تبديل يروح بعد ما يرجع. تمام. فاليوم احنا نريد نصلح لهم هذه الافكار الخاطئه، لانه لازم يعرفون الموضوع شو يعني. فتشي عمليه من استحدثت او دخلت قيد التنفيذ اكيد هي لخدمه المرضى وحتى تكون نتائج افضل. بالبدايه دكتور اريد نشرح لهم شويه عن تشريح مفصل الركبه. طبعا مثل ما ذكرت حضرتك، مفصل الركبه من المفاصل المهمه الموجوده يعني لجسم الانسان، راح يساعد على الحركه. الجزء التشريح لمفصل الركبة، طبعا مفصل الركبة هو راح يكون باتصال ما بين عظمي، عظم الفخذ وعظم القصبة اللي هو عظمة الساق. طبعا نهاية العظام راح يكون عبارة عن يغطيها الكارتليج اللي هو الجزء اللي يتآكل، زين. وهذا من يتآكل الجزء اللي الكارتليج راح يكون مرض يسمى سوفان. يؤدي إلى صعوبة في الحركة ويؤدي إلى آلام شديدة. هاي الصعوبة في الحركة والآلام الشديدة اللي تصير عند الشخص اللي يصاب به راح يخلي الشخص يراجع الطبيب لغرض العلاج. طبعاً العظم الفخذ على عظم الساق ما راح يكون اتصال مباشر، أكو فد غضروف يكون مثل الكوشن. تمام. طبعا نسميه، خلي حتى توصل الفكره اسهل للناس، خلينا نشوف هاي الصوره. نعم. هاي اللي تشرح لنا التركيب او التشريح الداخلي للمفصل، وهذه نظره جانبيه. طبعا. تمام. هذا هو عظم الفوق اللي هو العظم الفخذ، زين، اللي قصبه الساق اللي هو عظم الساق، وفوق وما بيناتهن او فوق عظم قصبه الساق هو موجود الهلال اللي هو هذا الغضروف الهلالي. بالضبط. نعم. هذا اللي هو راح يشكل الكوشن على مود يكون العظام تتحرك فيما بينها. زين. بالنسبة للرضفة أو ما يسمى عاميا هي عظمة الصابونة. نعم. تكون فوق العظام. نعم. وطبعا يكفد مسار إلها على مود تنزلق بسهولة ولا يصير بيها خلع. أوكي. تمام. بالإضافة إلى العظام أكو موجودة أربطة، أكو أكثر من رباط. طبعا في عظم الركبة عندنا رباطات على مود لا ينزلق عظم الفخذ أمامي أو خلفي، اللي هو الرباط الصليبي الأمامي. نعم. والرباط الصليبي الخلفي. زين. بالإضافة إلى عندنا الرباطات الجانبية، الرباط الجانبي الداخلي والرباط الجانبي الخارجي. أوكي. زين دكتور، هو إحنا شو بتنسوي عملية الاستبدال لما يكون عندي تلف بالغضروف، لو تلف بهذه الأربطة، لو ككلها تخرب؟ إحنا مثل ما ظهر إحنا شو وقت المريض نقدر نسوي له تبديل مفصل الركبة. طبعا تبديل مفصل الركبة يكون لما المريض سوفان في مفصل الركبه نفسه. نعم. سوفان شديد واصل لمرحله، لان احنا مثل ما تعرفين حضرتك وممكن المشاهدين، لان هي من الحالات شائعه جدا هي سوفان الركبه. فاتصور بين كل الشعب حتى لو ما كان طبيب او ما عنده بالبيت طبيب، يعني جوز داخل على جوجل او داخل على مواقع فيعرف شنو السوفان. السوفان طبعا هو اكثر من مرحله موجوده به. اوكي. مو كل السوفان احنا نروح قبل الى تبديل مفصل الركبه. ممكن في البدايات مال السوفان في المراحل الاولى والثانيه حتى الثالثه ممكن ان نعالج بالعلاج التحفظ اللي هي الابر زائد الحب زائد حتى اكو هسه الابر الموضعيه. تمام. لما نوصل الى مرحله متقدمه من السوفان اللي هي المرحله الرابعه، بهاي الحاله راح يكون التحام العظام، وممكن ان يكون اصلا
اكو فد انحناء صار في الساق زين عن وضع الطبيعي، بهاي الحاله تمام. احنا راح نحتاج الى تبديل مفصل الركبه. اوكي، هذه النظره الاماميه لمفصل الركبه. نعم. احنا بدنا نشوف هيك يكون قدامنا، فهذه عظميات الساق اللي بالاسفل، الساق والفخذ. اوكي. نعم. وهذه الرطبه او الغضروف او الصابونه اللي انت قلت لي عليها. زين، احنا التبديل راح يكون كله بهذه المنطقه. احنا التبديل بالضبط هو راح يكون تبديل للسطح المتآكل من عظمة الفخذ ومن عظمة القصبة. يعني ينقص من العظم، ينقص نهايات العظم. نعم. على مود يقعد عليها الجزء المعدني زين. بصورة تشريحية على نهايات العظام، وليس يعني ينقص العظم الفخذ كليته وعظم القصبة كليته. حتى نصور لهم الفكرة أكثر. أيضا نتكلم بالتفاصيل، بس أكيد أحب أنوه المشاهدين أنه تقدرون تشاركونا محور حلقتنا لهذا اليوم وطرح الأسئلة على الدكتور محمد فيما يخص موضوع عملية تبديل مفصل الركبة. أما الأرقام حتكون متاحة أمامكم مشاهدينا. دكتور قلت لي أنه التبديل راح يكون بالعظم المتآكل. نعم. يعني معناها كلمة سوفان، المشكلة بالغضروف لو بالعظم؟ نهايات العظام. نهايات العظام قام اللي هي دائما نهايات العظام هو تحت الغضاريف. الغضاريف. أوكي. طبعا. زين، فهذه من راح تتآكل راح نسميه احنا سوفان. سوفان. نعم. اللي هو نفسه مصطلح خشونة الركبة اللي مثلا جوز سامعي بعض الناس من يراجعون. خشونة الركبة يعني يختلف، ما له علاقة بالسوفان. احنا هسه لما نريد نسوي لها تبديل مفصل الركبة نسوي اما للسوفان او مرات يصير الروماتيز الرثوي. اكو اشخاص يعانون من الروماتيز. زين، هذا الروماتيز هم يؤدي الى الى التحام في مفصل الركبه، وبالتالي يحتاج الى تبديل مفصل الركبه. وممكن ان يكون للاشخاص، طبعا هذا احنا نحكيين لما يكون المريض فوق ال 50 سنه او فوق ال 45 سنه. اها، يعني لا يجرى سوفان مثل ما تعرفين حضرتك هو اي جي. اي جي يعني بالضبط. اي جي فيكون يعني بالناس الكبار بالعمر. ممكن بالناس الشباب او الاصغر لما يكون مثلا فدخلل في مفصل الركبة بعد حادث زين أو التهاب في مفصل الركبة، وبالتالي أدى إلى مرض في مفصل الركبة ويحتاج إلى تبديل مفصل الركبة. في هاي بالنسبة للشباب. تمام. أوكي، يعني الأعمار الأصغر راح تكون أكيد أكون في حادث أو التهاب شديد بحيث سوالي تلف بمفصل الركبة، وبالتالي يحتاج ممكن يحتاج إنه تبديل. لكن بالعادة هكذا عمليات تجرى للأعمار الكبيرة. دكتور، إحنا بالعادة إحنا كأطباء دائما المريض الكبير بالعمر أكيد أكون مشاكل صحية عنده، تلقى ضغط، تلقى سكر مسيطر عليها أو مسيطر عليها، ممكن تدخل لي أصلا أمراض القلب، أمراض الجلطات ممكن تكون موجودة بهكذا أعمار. فبالتالي من أدخل على ميجر سيرجري، على أدخل على عملية يعني خاصة مثل ما أنت قسمت لي إياها حضرتك، فشون تتعاملوني هكذا مريض؟ طبعا إحنا بعد ما نحدد بين المريض بين يحتاج إلى تبديل المفصل، راح نقعد ويا المريض نحكي وياه، نعرف من يم التاريخ المرضي مال المريض نفسه، بان هو عاده احنا مثل ما ذكرت ليش بان هو يكون فوق ال 50 سنه المريض مالنا نبدل له مفصل، لان اغلبيه الحالات هي للسوفان. زين، فعاده خاصه بالشعب العراقي راح يكون عنده ضغط، سكر، مشاكل بالقلب، فاحنا راح نحكي له مخاطر العمليه، لان العمليه تعتبر عمليه خاصه. نعم. طبعا تستغرق العمليه هسه في الوقت الحالي هي من ساعه الى ساعتين، الوقت مال اجراء العمليه كليته. فاحنا راح نحكي له، راح نسوي له تحضير من تحاليل، ممكن يحتاج ايكو، نعرضه على طبيب التخدير طبعا، لان طبيب التخدير عامل مهم في العمليات الخاصه. تمام. وبالتالي طبيب التخدير راح يحدد له نوع التخدير اللي ممكن ان يوالمه. يوالمه بالضبط على مود، وبالتالي ممكن ان يكون عام وممكن ان يكون نصفي وممكن هسه باللهجه موضعي او مناطقي. مناطقي. اوكي تمام، هذه التفاصيل هم نوقف فيها، لكن خلينا ناخذ اول اتصال. الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، يا هلا ومرحبا. شلونكم عيني؟ كله تمام. احكي الدكتور. طبعا اكيد يسمعك الدكتور، تفضل. دكتور السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله اخوي. دكتور، أنا مدرس جديد، يعني التعيين صار سنتين ثلاثة من تعينت. يعني تعرف أثناء الدراسة ساعتين وثلاثة وأربعة وقفة. نعم. فمن أرجع يعني من الدوام، يعني تقريبا مسافة كلش قليلة، تقريبا كيلو أو أقل الكيلو، من أتمشى للبيت أرجع أحس رجلي قامت مثل تفلت، فقمت أستخدم وسائل النقل يعني ما تعب رجلي. نعم. قامت يعني الصابونه احنا نسميها او المفصل اللي تشرح لي الدكتور، قامت تصير عندي الم من الجانب. ارتاحيت اكثر من مره، سويت تحاليل مال كالسيوم، قلت خاف عندي نقص كالسيوم كذا، الحمد لله وشكر ما بيه شيء.
قامت تسأل الدكتور الأعراض أكثر شيء يجيني الآلام من شيء يعني مسافة كلش قليلة، يعني مو يعني إذا تقيس بعمري 30 سنة كلش مسافة قليلة، تقريبا كيلومتر أو أقل كيلومتر العضل اللي يصير فوق الصابونة. عضلة الفخذ الأمامية. إيش قد عمر حضرتك؟ 30 دكتور. وزنك إيش قد علي؟ علي علي. وزنك؟ ما سمعت. وزنك؟ إيه. 80. أوكي زين. إيه. فكلش يصير بها ألم دكتور. نعم. هاي أول ملاحظة يعني ما أعرف. يعني هسه مثلا الحمد لله شكر الالم بالمفصل راح بس عندي العضله ممكن يعني ممكن اسالك قاطعك يعني بوقت الراحه يعني مثلا نقول نهايه اسبوع اللي هي جمعه وسبت لما ما تسوي فجهد او مشي او تبقى مثلا بالبيت مستلقي راح ترتاح؟ لا ايه ارتاح ايه بس انا اقول لك من امشي هواي اصعد نعم. درج انزل درج مرتين نعم. ثلاثه اربعه يصير عندي هذا الالم بالعضله يصير صوت 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 نقول احنا عليه الطقطقه يصير عندك في سبع درج ونزل درج لا ما عندي طقطقه احنا طبعا في اعمال في الاعمار الصغيره اللي هي 30 يعني احنا هنا يعني تقريبا كلمه السوفان قليله راح تنطلق بهذا العمر فيعني اكثر الامور ممكن ان تكون بالركبه بهيك عمر زين اللي هو يسمونه خشونه السطح الداخلي للصابونه لعظمه الرضفه طبعا احنا على مود نتاكد من هذا الموضوع يحتاج نسوي اشعه فحص اشعه عاديه دكتور اشعه عاديه ما نحتاج يعني شيء اكثر من اشعه عاديه زين دكتور اذا خشوني او مثلا ما بيها شيء شو الاجراء وتعرف انا وظيفتي تتطلب وقفه يعني هو كمدرس طبعا احنا الاجراء الاول اللي هسه انت حاليا في الم عندك الم يعني في مرحله الالم يحتاج شويه تاخذ راحه اكثر من يعني نقول ما تجد نفسك مثل ما انت متعلم عليها مبدا الراحه هي تكون 14 يوم اقل شيء يعني بالاضافه الى تقوي العضله الاماميه للفخذ راح تفيدك كلش تمارين تقويه يعني العضله الاماميه تقدر رياضه انا رياضه طبعا الجيم يعني قاعده الحديد طبعا بس تقدر تاذى بالزايد العضله تاذى انت العضله الاماميه اللي هي العضله الرباعيه قويها راح تفيدك هواية تشد من الركبة مالتك وبالتالي راح تتخلص من الآلام مالتها أنت مو معناها تروح تتمرن تمارين عنيفة علي وإنما ممكن تمارين تبدي بالخفيفة وبعدين تتدرج ممكن أنت بالشدة ممكن عن اليوتيوب بالبيت تطلعها تمارين تقوية العضلة الأمامية الرباعية ثاني ولو نعم. يعني أخذ من وقتكم يعني بس الله يحفظكم القناة الكريمة إن شاء الله فضل فضل دكتور عندي الفقرات الظهري بالأخير نعم. اللي هي يمكن فوق العصعصية يعني نعم. القطنية الأخيرة القطنية بالضبط نعم. يعني دائما من أدنك بالمغسل يعني أغسل وجهي أو شعري شغلة دقيقتين ثلاثة خمس يعني خمس دقائق بالزايد يعني نعم. يعني دقيقتين ثلاثة نقول من أرفع رأس كأنما مثل النتل يعني كلش ألم قوي يعني بالقول الله أرفع رأس شلون عباك شايب عمره 80 سنة بالقول يرفع فقراتي ينزل الألم يعني. ينزل الألم على الساقين لا لا بس على الظهر بس بالظهر اي اللي فوق المنطقه العصعصيه طبعا احنا يعني هسه بدنا نحكي بدون ما مسوين رقاق شعاعيه اللي هي الاشعه العاديه وبدون ما نسوي رنين يعني هو الموضوع اذا كان موضعي فالامور الصور راح تكون بسيطه وانما اذا ينزل على الساقين مالتك ومع خدر ومعها تنمل هذا لا راح يكون الامور اكثر تشعبا ممكن ان يكون انزلاق زائد ضغط على جذور الاعصاب المحيطيه بس هسه انت في موضوعك ممكن ان يكون عبارة عن فجهد عضلي تشنجات عضلية وبالتالي يعني تحتاج تاخذ مثلا مثل ما قلت لك انت يعني تعتبر ال 80 كيلو مالت بطن يعني عندك نقول احنا نقول كرش قليل هو سبحان الله عندك كرش في العراق هو ليش نقول زين فهذا ممكن يأثر على هذا الموضوع فاحنا يحتاج تاخذ فد مسكن آلام كلمة أخيرة وما أريد أخذ من وقتكم ومن المستمعين. عين. الأشعة العادية عادي تبين كل شيء انزلاق. على 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 الموضوع مالتك على التاريخ مالتك الهيستوري اللي تحكيه ممكن. أي الأعراض اللي ذكرتها. أي ممكن الأعراض مالتك أشعة عادية كافية. يعني مو ملونة. لا كافية أشعة عادية الرقمية. منو دكتور ربي يحفظك إن شاء الله. يا هلا حضرتك صحة وعافية. شكرا اتصالك. صحة وعافية. ويانا اتصال أيضا ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا هلا بحضرتك تفضل. ممنون اشكر الدكتورة ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اكيد. ممنون. نعم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله اخوي. اشكرك دكتور. دكتور بالنسبة لي انا عمري 61 سنة.
نعم. مسوي عمليتين مال فقرات وظهري، اول عمليه من دكتور خالد السراج بكربلاء، والعمليه الثانيه سويتها من دكتور تامر الحمداني بالبصره. وشاد رباطات براغي بالفقرات القطنيه الخامسه والسادسه والرابعه والعزيه الاولى والثانيه. نعم. اثر العمليه من 2007 وسويت عمليه 2017 قام عند الدمو كل مفصل الركبة الجهة اليسرى يعني تأذين كلش. الركبة رجعت مع المبادرة الله يحفظ شيخ عبد المهدي الكربلائي ويعطيه الصحة والعافية قبل فترة مال تبديل مفصل بمستشفى السفير، فحولوني إلى مستشفى الإمام الحسن دكتور أحمد نعمة. نعم. دكتور أحمد نعمة أخذ لي ساعات الله يخليه ويعطيه الصحة والعافية بالمستشفى وخلي تخطيط أعصاب، وقررنا تبديل مفصل الركبة اليسرى على المبادرة، يعني أنا مسجل على المبادرة. نعم. وأنا من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. تمام. فسمعت إنه يعني من ضمن اللي يتداول الحديث إنه يقصون عظم الفخذ ويقصون عظم جوا الركبة الصابونة والعملية صعبة ومن هذا الباب، فأريدك توضح لي هل يعني هاي العملية يعني هيك مبداها وتبديل المفصل يكون صعب؟ ابو ثامر يعني هو احنا اصلا سوينا حلقه اليوم ويعني على مود تطمن حضرتك على مود نشرح لك انه ايش راح يصير بالعمليه، فبالتالي من تروح تسوي سوي انت مطمئن، وحتى ما تضل تسمع من ياهو الشان وانما اسمع الحكايه من عندنا احنا. اوكي ممنون. كل الهلا بحضرتك، صحه وعافيه. ويانا ايضا اتصال. الو الو حسين ويانا على الخط. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام، يا اهلا بحضرتك، تفضلي. احنا من نفحتي حمزه الغربي. كل الهلا، تفضلي. عندنا جدي مبدل وركين. اوكي، تبديل مفصل الورك. اوكي زين. عنده سكر وضغط وهن هسه مستحقات. عنده سكر وضغط وعجز بالقلب. ايش قد عمره؟ ايش قد عمره الحجي؟ الحجي عمره 83. زين اوكي، مستحقات هسه شنو؟ تبديل مره ثانيه؟ صار قبل كم سنه سوى العمليه؟ قبل كم سنه سوى العمليه؟ شنو قبل سنتين؟ هو قبل كم سنه؟ قبل كم سنه قلبي؟ قبل كم سنه سوى العمليات مال تبديل؟ صار له سنتين مستحق. صار له سنتين مستحق، يعني هو مسوي العمليه لو بعده؟ مسوي مبدل. هو مبدل المفصل الورك، ايه؟ هسه هو حاليا مستحق تبديل مفصل الركبه، مو مثل ما تقصد انت؟ ايه مستحق. اوكي، شنو سؤالك؟ عنده عجز بالقلب وعنده ضغط وسكر. نعم. زين. ايه شلون يعني عادي يصير يتحمل يسوي عمليه؟ ده طبعا. يعني بيتش ايج انه شنو وازن؟ بين هو يعني يتحمل. طبعا احنا مثل ما توضحنا بين راح لازم لازم يعني المريض نحكي عليه بين الريسك مال العمليه خطوره العمليه بين تستغرق اقل يعني ساعه الى ساعتين، نقول له ساعتين احنا. زين، فهذا هنا راح يجي خطوره التخدير. زين، فلازم بالبدايه نسوي له تحاليل، نسوي له ايكو، نسوي له تخطيط، نسوي له كل الامور اللي تهيئه بين يكون اكثر امانا داخل العمليه. زين، ومثل ما ذكرت لك حاليا دقيقه قلبي، هو هسه الحجي انه عاجز يقدر يمشي يتحرك لو شنو الوضع؟ قوة يمشي. يقدر العفو يروح للحمام لو لا؟ يعني قوة يلا ناخذ الحمام نسالحه. زين، المفاصل مال الورك اللي نبدلهن اوكي امورهن؟ الحركة مال الورك اوكي عنده؟ طبيعية؟ لا ما يقدر يمشي قوة. يعني احنا لازم نفحص حتى العمليات اللي مسويها سابقة، ممكن يكون حتى الخلل من الورك نفسه. زين، هو شنو كان بوقتها؟ واقع وانكسر وسووا له تبديل، لو يعني المفصل تعبان وسووا له تبديل؟ هسه بس اشوف لكم اياه ثواني. تمام. هو عاده انا ليش قلت لك دكتور؟ لانه احنا من تكون هيك شيء كلش يعني اكستريم، يعني خلينا نقول ايج، بحيث انه انت بالضبط هو ايش قد ممكن مثلا راح يستفاد؟ اكيد يعني الصحه والعافيه طولة العمر الى الحجي، بس يعني العمر هم يحكم الاولويه طبعا، انه بحيث ادخله بهيك عمليه الاولويه لحياته طبعا. احنا بس هو قلنا احنا في تطور العلم وتطور التخدير طبعا
ممكن استجري عمليه مناطيقي يعني تكون إيه بس الرجل اللي نقدر احنا نسوي لها عمليه. وانا هم ليش سالتها انه هو العفو يقدر انه يقضي حاجته؟ يعني عاده هم اللي بيجي عمر مثلا ما حيكون اكو وظيفه ولا عمل، ما راح يحتاج طبعا. اي بالضبط، يعني حيكون يعني تواجد بداخل البيت ممكن. على مود الاعمال اليوميه نقول مالته فقط. اي بس داخل البيت طبعا. داخل البيت طبعاً. اي فانه نوازن انه يحتاج او ما يحتاج طبعا. ويانا على الخط بعدهم لو راح الاتصال. تمام اوكي. دكتور اريد ارجع ويا حضرتك، قلنا على تفاصيل العمليه والمريض اللي يحتاجها. نعم. وقلنا انه هم اغلبهم مثل ما هسه من المتصلين عندهم امراض ومشاكل ثانيه طبعا، فلازم انه تترتب بطريقه كلش يعني زينه تكون امينه للمريض طبعا. زين. يعني معناها اكو تبعات عدل جراحيه، ممكن تبعات يعني صحيه ثانيه تكون على المريض طبعا. زين. بحكم انه ده ندخله بعمليه خاصه اللي ممكن تطول فيه انه ساعتين طبعا. زين اوكي دكتور. هسه شلون التحضيرات؟ يعني مثلا اكو تحضيرات خاصه للمريض قبل العمليه طبعا، نفسها كاي عمليه جراحية. طبعا هي كأي عملية جراحية، هي مو فد عملية يعني نقول الناس مثل ما متخوفة من يمها بين هاي العملية، تختلف عن عملية أي جراحية. مثلا نقول على سبيل المثال العملية الشائعة جدا اللي هي مثلا نقول عملية قيصرية أو عملية الزائدة الدودية، التهاب الزائدة الدودية، هي ترى ترتيبات مالتها كل ترى حيكون حالة حال ترتيبات هاي العمليتين. بالإضافة لا ترتيبات أخرى، ترتيبات أخرى، لأن هنا راح نتعامل يا مريض ممكن يعني او اغلبيتهم يكونون كبار بالعمر، فراح يحتاج نسوي ممكن ايكو للقلب مالته، ممكن يحتاج قبلها مثلا استشاره طبيب التخدير على مود اختيار نوع التخدير الخاص. نعم. واللي راح يكون المريض بيه اكثر امانا. زين. موجود احنا التخدير مثل ما يعرفون، تعرف حضرتك شو يعرفون كليتين، اللي عندنا التخدير العام والتخدير النصبي، وممكن مناطق هسه بالجديد. واكو فد اشياء هسه بالجديد بتبديل مفصل الركبه نفسها، اكو هسه القياسات. احنا القياسات سابقا كنا نقيسها نقص الجزء المتضرر من عظم الفخذ وعظم القصبه، وراح نقيس حسب ادوات عندنا داخل العمليه بين شقد يحتاج قياس للفخذ وشقد يحتاج جزء القصبه داخل انترا اوب. هسه بالجديد قبل العمليه ممكن ان نسوي هاي القياسات. حلو. وبالتالي راح تقلل التايم على المريض. زين. اللي هي هسه اكو عن طريق الكمبيوتر. حلو. هذه يعني فشي حلو وزين. اوكي ويا الاتصال. الو الو السلام عليكم. يا هلا بام صلاح تفضلي. دكتور دكتور شو اسمه، انا عندي كتف، الكتف مالي زين. شنو عندك العفو؟ كتف الايمن. اي كتفك الايمن. اوكي. مخلوع. دكتور قال لي تمزق. زين. ما خليت شو هذا حطيت شو يعني شو يظلون ياخذون ام صلاح ياخذون بها المسكنات حجي ام صلاح حجي ام صلاح صار ايش قد عندك الالام؟ تقريبا شهرين. شهرين. ايش قد عمرك انت هسه؟ انا ايش قد عمرك؟ عمري بال60. عندك سكر؟ عندي فقط والله سكر. ما عندك مشيكه؟ والله ما مشيكه، بس يقولوا لي ما عندي، ما عندي سكر. لا عشان عرفتي ما عندي السكر يا حجيه، غير تقيسين حجيه انا لقد مره بالسنه. ممكن من ممكن من الامراض الشائعه اللي يكون يعني فيك اعمار والمريض عنده سكر اصلا، ممكن يكون تيبس بالمفاصل مفصل الكتف. نعم. اكثر مفصل يصير به تيبس لبل سكر اللي هو مفصل الكتف. نعم. طبعا هذا يحتاج وقت طويل، يلا ترجع الامور الى الحركه الطبيعيه للمفصل نفسه. زين. هسه احنا اول شغله تحليل سكر، اول شيء تحليل سكر ونسوي اشعه على مود نستثني الخلع مثل ما تقولين حضرتك. تقولين انا مستشاره طبيب يقول خلع، اذا خلع هذا غير اذا خلع حجيه هذا غير مو تيبس غير شيء، راح ندخل على غير شيء. الخلع لازم باقرب وقت يرجع لمكانه الطبيعي. زين. وراح يستعد لازم تفيد. اي فاحنا هسه لازم حالتين نسوي اشعه للمفصل مال الكتف نفسه وتسوين تحليل السكر. انت ما سويتي اشعه حجيه؟ نسوي اشعه. ايش طلع بها؟ طلع شلون قالوا له خلع بي. يعني متحرك من مكانه؟ اي والله. العظم مال العضد متحرك طالع من مكانه بالمفصل لو شنو؟ اي والله كان طالع عضم. زين ما رجع لك اياه الدكتور من قال لك اكو خلع؟ لا والله ما رجع لي. رحت الكو ورحت هنا بالرفاعي. حجيه تقدرين تحركين ايدك
تلزمين تلزمين الكتف الثاني الاتجاه الايمن ولا اليسار؟ الايمن. الايمن بايدك اليمين تقدرين تلزمين الكتف اليسار؟ اقدر بيها يا ورا. تلزميني هسه حركيها هيك خليها سوا حركيها تقدرين وتقدرين تقدرين تخلينها لي برا تفريها ايدك اذا اذا تشوفين علي تقدرين اوكي الامور اذا هذا مو خلع هذا يعني على الاغلب تسوي بعد تحليل مال سكر اذا كان عندك يعني سكر حتى لو ما كان سكر هذا تيبس في مفصل الكتف بيك عمر يكون عندك تاخذين مسكن الام زين ووقت وترجع الامور الى الوضع الطبيعي شكرا لاتصالك هلا عزيزتي صحه وعافيه يا هلا ومرحبا ويانا ايضا اتصال الو نعم نعم على كامل يا هلا بحضرتك كل الهلا تفضل الله يسلمك دكتوره الله يسلمك دكتوره عندي خشونه بمفصل الركبه نعم ايش قد عمرك سويت اشعاعات انا عمري 47 نعم وزني 95 نعم اوكي زين وايش قالوا لك اليوم مرحله واصل والله ما قالوا المرحله بس دائما اخذ علاجات وما جاي تفيد من العلاجات ما ادري يعني قالوا لك واصل مرحله عمليه لو لا 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 ما قال لي عمليه اوكي خلينا نشوف الدكتور ايش راح يقيمك بدا ياخذ علاجات وبدا يستفاد ايش الاسم علاء علاء نعم انت سويت اشعه يعني يعني من طبيب لو يعني طبيب دزك اختصاص على اشعه لو انت سويتها من كيفك يعني لا لا نعم دكتور هو يعني دكتور اختصاص نعم سويت اشعه مرتين نعم قال لي اكو عندك املاح شلون تكلسات يعني بين المفصل يعني نعم يعني شلون خشونه يسموها يطق واحد بالاخر يعني يصير عندي الم انت العمل العمل مالتك مجهد يعني ايش تشتغل انت؟ لا انا معلم معلم موقفه يعني عندك طويله عدي وقفه بس مو كلش طويله يعني بس هذا الم يعني احنا تقريبا فوق السنه احنا بكل الاحوال احنا يعني السوفان او الخشونه زين لازم نحدد المرحله اللي بيها الشخص عن طريق الاشعه طبعا الاشعه طبعا الافضل بين تسويها لحضرتك هو تكون في وضع الوقوف نعم زين راح يبين المرحله اللي انت فيها حاليا احنا مو اي مريض يعني سوفان قبل نروح على تبديل مفصل الركبه احنا تبديل مفصل الركبه هو خيار اخير للسوفان مو خيار بالبدايه زين فاكو هوايه علاجات ممكن تاخذها ممكن تقلل من اللايف تغير من اللايف ستايل مالتك مال اليومي مالتك الحياه اليوميه مثلا تقلل الوزن مالتك الوزن شيء مهم الى مفصل الركبه زين ممكن تسوي فد تمارين الى العضله الاماميه الرباعيه قبل شويه هم ذكرناها راح تفيد كلش الشد من مفصل الركبه بالإضافة إلى القاعدة مالتك زين بين الثني مال الركبة مالتك ما راح يكون أكثر من 90 درجة حاليا لحد 90 درجة كلش كافي يعني إحنا كمرحاض إذا تريد تستخدم فالأفضل بأن أنت تروح على المرحاض الغربي طبعا تمام يعني تبطل قاعدة بالقاع حتى الصلاة مثلا على كرسي القاعدة العربية القاعدة العربية اللي إحنا معروفين يعني بها خاصة إحنا كشعبنا اللي هي اللي تربع نقول إحنا بالعامية هاي تأديك يعني ممكن تبطلها يعني تقعد على كرسي وميز حتى يكون مع أصدقائك ترى مرات يعني العفو دكتور نعم. يعني مرات تأذينا صحيح ومرات لا زينا أي هواية بس أنا بالصلاة مثلا من إحنا الركبة مالتي من أريد أقوم شوية تأذينا هو ليش قلنا لك فصلاتك حتى تكون على مو إحنا نقول إحنا بالبداية نمشي بهاي الخطوات اللي هي اللايف ستايل اليومي مال الشخص على مود لا نوصل إلى مرحلة السوفان يتقدم إلى مرحلة أكثر لان انت السوفان على مود يكون حضرتك وللمشاهدين هم اللي دا يتابعونه السوفان هي ما بي رجعه الى نقطه الصفر ممكن ان نتوقف عند المرحله المعينه اللي موجود بها الشخص مثلا بالمرحله الثانيه او بالمرحله الاولى او بالثالثه بس ما نرجع الى نقطه الصفر ما يرجع السوفان الى نقطه الصفر تمام فانت لازم تغير من لايف ستايل اليوم ومالتك بالاضافه الى تاخذ مسكنات ممكن تفيدك في حاله الالام القويه نعم العفو دكتور بس اريد اعرف السبب يعني سبب الخشونه قالوا املاح زايده هيك يعني اكو سبب هذا يعني على الاغلب هو عباره عن الجهد صاير على الركبه وليس الاملاح الزايده الاملاح ما له علاقه يعني بالخشونه نفسها الجهد على الركبه اللي صاير اهلا وسهلا صح وعافيتك نعم شكرا لاتصالك ويانا اتصال من ام زينب الو السلام عليكم عليكم السلام يا هلا بحضرتك تفضلي ممكن احكي الدكتور طبعا يسمعك أنا مشكلتي بالجهاز الهضمي يعني
زين احنا ضيفنا طبيب كسور، اوكي شنو مشكلتك اذا عندنا فد معلومات بسيطه بس نوجهك عليها؟ مشكلتي الجهاز هضمي يعني دائما ما اعرف انا ضايع علاج، مرات يقولوا لي جرت وما مرات يقولوا لي ما مرات يقولوا لي. زين تراجعتي طبيب اخصائي جهاز هضمي ولا لا؟ اي والله راجعت وايد بس ما كنت جانبي. سوالي ناظور؟ لا ناظور ما سويت بس قاعد يعطون علاجات تحاليل. قال لك على ناظور وانت رفضتي؟ لا ما قال. تروحين انت تتناقشين وياه بهذا الموضوع، اذا ما دام تاخذين علاجات وما تستفادين الالام تصير عندك وين منطقه المعده لو وين؟ المعده حتى على جهات الكلى يعني تنزل لها سطح الجوين. اوكي تمام معناها يعني لازم تتسوي فحوصات كامله، ما دام هاي الفحوصات العاديه والعلاجات التقليديه ما تفيد فنبدي نصعد بمستوى الفحوصات، ممكن نسوي ناظور للمعده عادي ماكو مشكله. وهم عندي خدر بالاطراف يصير وتشنجات يعني بايدي. هسه نرجع احنا انا ويا الدكتور، اوكي اكو خدر واكو تشنجات. وين يصير الخدر عندك يعني باليدين مالتك او بال اصابعي؟ اي بايدي واصابعي همين يعني. تشقد عمر حضرتك؟ عندك سكر؟ لا انا مواليد 89. عندك سكر؟ لا لا ما عندي سكر. ما عندي سكر. شو عندي مشاكل الجهاز الهضمي وهاي الحاله همين. زين يصير عندك الام في منطقه الرقبه فقرات العنقيه؟ نعم وهمين خدر حتى لجهة راسي يعني بصير براسي يعني الجهة اليمنى. يعني هاي يحتاج يعني. يحتاج حضرتك تسوين إشعة لفقرات العنقية مالتك. على الأغلب إن هو يكون من فقرات العنقية مالتك الخلل يعني. وعلى أساس الإشعة ممكن أن ينوصف العلاج الملائم لحضرتك. يعني هو خدر دكتور وأصابعي عندي الشنك هيك عم توقف، شلون توقف يعني تصير ما يعني ما اقدر احرك. نعم هي اول خطوه نسوي اشعه للفقرات العنقيه. ام زينب عصبيه انت؟ اي والله عصبيه شوي. عندك فد شيء موترش قلقش بهاي الفتره؟ اجواء مضطربه داير مدايرك؟ والله دائما عندي يعني. عزيزتي دائما توتر يعني. خلي في بالك خلي في بالك، هسه احنا قلنا روحي سوي ناظور والدكتور قال لك راجعي وشوفي، اوكي اذا في حال راجعتي وسويتي هالاشياء كلها وخاصه احكي على موضوع معدتك والامها اللي اذا تصير هذه، اذا راجعتي وسويتي كل هالفحوصات وطلعت انه هي طبيعيه، فخلي في بالك موضوع الحاله النفسيه لانه يعني تراجعين طبيب نفسي مو على مود شيء، وانما اكو هوايه ناس اللي يكون مثلا عندهم قلق اللي يكون عندهم توتر تطلع على جسمهم اعراض مرضيه مال امراض بعيده كل البعد يعني عن موضوع النفس او عن حاله نفسيه، يعني انت اوكي قلقه لكن ما عدتش توجعش، قلقه لكن اكو صداع مستمر، قلقه ممكن هذا الخدر او التنمل اللي انت تحسين اساسا به، اوكي؟ فاذا طلعت الفحوصات كلها سليمه. هو انا الدكتوره انت تحكين يعني هو الدكتور الجهاز الهضمي هم نفس الحكي هم قال عندك مشاكل يعني القلق والاضطراب النفسي ياثر على الجهاز الهضمي. تمام قلبي، فقصدي انه اذا طلعت كل شيء امور زينه فخلي في بالك اخاف شغله الحاله النفسيه اللي عندك. تمام؟ تمام شكرا. شكرا عزيزتي، شكرا لاتصالك، اهلا ومرحبا. دكتور اريد ارجع ويا تفاصيل العمليه انه قلت لي تستغرق تقريبا ساعتين، ايش كنت نسبه النجاح ورا العمليه؟ يعني بقى احنا بالعراق بدنا نحكي. اي يعني هسه اني مثلا هدا اقول لك دكتور احنا بالعراق طبعا بدنا نحكي على سالفه تبديل مفصل الركبه. نعم. تقريبا تبديل مفصل الركبه بدت بالعراق بال 2010 بكثره يعني بدت. نعم يعني بدت الاشخاص يعني بدت يصير عمليات داخل العراق. نعم. قبل هال 2010 كانت اغلبيتها اللي يحتاج تبديل مفصل ركبه يسافرون الشخص. زين. الحكومات تسافر الشخص الى خارج العراق يجري عمليه تبديل مفصل، بس بعدين صار اكو فد كورسات تدريبيه راحوا اساتذتنا طبعا الكبار جاء يعني على تبديل مفصل ركبه كان عندهم يعني اورينتيشن على الموضوع. تريننج طبعا اكيد على الموضوع. فيعني بدت اجراء عمليات تبديل مفصل ركبه من 2010 بالعراق. طبعا. يعني احنا هسه نقول يعني تقريبا صرنا هسه احنا 14 سنه حاليا وصلنا لمرحله ممكن نكون صارت نسبه النجاح مالته نسبه الفشل مالته حال اي عمليه جراحيه موجوده. حلو زين. يعني ما لها علاقه بالتكنيك نفسه واللي تسوى لهم العمليات قبل 14 سنه. احنا اكيد نعرف احنا دائما المريض نضل نتابع وياه خصوصا لما تكون عمليات جديده فرجع لنا ورا فتره ورا سنه ورا سنتين فالاخبار اللي دا تجيكم عكسيا يعني اوكي بال شلون هالامور ما شو الامور جدا طيبه على تبديل مفصل تمام طبيعي حال اي يعني حال اي عمليه جراحيه او حالنا حال اللي دا يصير اساسا برا طبعا اوكي زين خلينا نشوف هذه الصوره دكتور
هذه تبديل كامل لو جزئي؟ هذا هو تبديل جزئي لمفصل الركبة وليس كامل. أوكي. اللي هو احنا مثل ما ذكرت حضرتك بان احنا نبدل الجزء المتضرر. نعم. وليس التبديل يعني نقص العظم للاخير. زين؟ فالجزء المتضرر اللي هو راح يكون تبديله. نعم. مسوي له اوكي هذا هو اللي يشوف الصوره اللي قبل اكو بالضبط متاكل المكان. متاكل في جهه واحده. في جهه واحده فبالتالي صار اكو تبديل. فالتبديل جزئي. بس هسه بالدراسات الحديثه نعم. على تبديل مفصل الركبه وجدوا بان التبديل الكامل لمفصل الركبه هو افضل من التبديل الجزئي لمفصل الركبه فالتجأت هسه بالجديد مباشره تبديل كامل لمفصل اوكي الركبة. لان انا ممكن ابدل جزء ورا فتره راح يتضرر الجزء المغفى بالتالي داخل المريض عمليتين اوكي طبعا. هاي الصوره اللي تبين اللي نحكي احنا نعم. هذه هنا ركبه سليمه نشوف انه السطح ما بين طبعا. العظام شلون هو ناعم ومرتب هنا اكو تاكل او تاكل بالغضروف اللي هي نهايه العظام اللي هو اصلا يسمونه سوفان او اي شيء نعم زين وبالتالي سوينا قص لهذا الجزء المتاكل من بالضبط اكو انشال جزء من عظم الفخذ ومن عظم العظام الساق هو الغرض من هذا القص وايش قد نقص وايش قد نسوي هذا كله انترا اوب راح نحدده لان عندنا بعد فحص استقراريه الركبه داخل العمليه تمام زين اوكي دكتور احنا دائما نسمع الحكاية المشهوره من اطباء المفاصل واطباء نعم. الكسور انه الوزن يلعب دور جدا مهم جداً بآلام المفاصل ومشاكل العظام خاصة الركبة طبعاً. اكو فد حكاية دائما سامعيها انه الله خلق ركبة حتى تشيل 35 كيلو ب 35 كيلو نعم. فبالتالي التوتال 70 لكن انت من تجي 100 و110 و120 راح يصير جهد عليها بالضبط. وبالتالي قبل وقتها راح يكون عندك مشاكل السوفان راح تبين اللي هي بالضبط مثلا ممكن تبدي بعد ال 70 لكن انت بلشت وياك من ال 40 طبعا اوكي يعني اتصال الو نعم نعم العفو يا هلا بحضرتك دكتورة عليكم السلام ورحمة الله الله يسلمك أبو فاطمة من بغداد كل الهلا نعم العفو دكتورة عندي هيستوري مع الحالة بدأ من ال 15 عندي ألم بدأ قضائب يعني بالأمام مال الفخذ ماكو يصير نعم. مثل الحرارة والخدر يصير عندي أثناء النوم من أتحرك بس يمنى لو يصير يعني شد فظيع يعني كأنما ألم خلينا نقول فتشي لا يطاق ايش قد عمرك ابو فاطمه؟ عباك تمزق العفو عباك تمزق بالمنطقه الجلديه اللي تعاني من ال ايش قد عمرك العفو؟ انا عمري حاليا 42 بس بلشت وياي بسنه ال 15 من ال 15 سنه يعني خلينا نقول صار ب 30 يعني سنه تقريبا اوكي زين ايش ايه عندك من امراض مزمنه؟ لا الحمد لله ماكو شيء بس جاي العفو دكتور سويت عمليه قبل فتره يعني ما زائد العفو فهجمت علي الحاله بعد اكثر يعني ما هاجم علي هيك هجمه هجمت علي وعلى المستوى الفخذين لو تطورت الامور صار المحور كله مال الفخذ هو يعاني من هاي السالفه بشكل مستمر يعني ابو فاطمه راجعت اطباء العفو ابو فاطمه الفخذين يعني بس الجزء الامامي ايه حاليا هسه اعاني من الجزء الامامي يعني نقول يعني نقول من منطقه الورك لحد منطقه الركبه لو ينزل جوا الركبه هم ها لا ما ينزل الحمد لله مرات شويه هيك يصير الام بسيطه اكو الام نعم. اكو الام في منطقه الظهر اسفل الظهر لا فضل الله ماكو اي هذا يعني احنا ما دام صارت يعني جهتين عندك ابو فاطمه اذا هذا الموضوع هو مركزي سنترال بالضبط اكيد اللي هو هذا المركز وين يكون؟ يكون في الظهر اكثر اكثر الفقرات اللي ممكن ان تكون متضرره يمك حسب الشرح مالتك هي الفقرات القطنيه طبعا هسه هو هذا في ورا النيرف مضروب العفو دكتور او من الروت نفسه زين من الجذع نعم دكتور العفو اخذت اشعاعات اثنين يعني شكوا بهذا الموضوع دكاتره ما لقوا هيك شيء تشخيصهم الى العصب العفو هو احنا سدنحكي اكو مشكله بالعصب دكتور اني احنا عندنا نعم. شغلتين اما هو العصب نعم. نفسه زين نعم او نعم. يكون ضغط على جذور الاعصاب الضغط على جذور الاعصاب هذا يكون مين يكون من منطقه الظهر يعني من المركز فاحنا هسه نعم. لازم تحتاج شغلتين نسوي نعم. رنين مغناطيسي لمنطقه الفقرات العنق القطنيه العفو والعجزيه نعم وتحتاج نعم. تسوي تخطيط اعصاب للطرفين السفليين الايمن والايسر حتى بالضبط تخطيط اعصاب تمام تخطيط اعصاب نعم العفو تخطيط اعصاب للجهتين الطرفين السفليين بل رجلينتك اثنيناتهم انت حاليا انت تقول انا دا اشكي من يمين اثنيناتهم
نعم نعم حتى صحيح. نشوف اذا اكو فعلا خلل بيا اعصاب بالضبط، فبالتالي حتى الادويه اللي توصف لعلاج مثلا الام الاعصاب او هذه الحرقه اللي انت اساسا تحسها تختلف يعني. نعم نعم بس انا حاليا عفوا لو اطول على خبراتكم قاعد اخذ على اكثر شيء طون ركزوا بالموضوع المغذيات واحماض يطوني. مغذيات شنو مغذيات يعني؟ العفو يعني الفيتامينات. ها اي اوكي مكملات غذائيه تمام بي 12 بي 6 اي تمام اي اوكي نعم. صحيح بس انت يحتاج نعم. يعني تسوي فد خطوه للامام في مرحله التشخيص مالتك على مود بالتالي تاخذ العلاج المناسب جدا وتتخلص من هاي الامور اللي تقوم. صح يعني المركز مثل الله يعافيك ويحفظك احنا قلنا تخطيط اعصابي الرادلي ورنين الى المنطقه القطنيه والعجزيه اسفل الظهر. اسفل الظهر تمام الف شكر شكرا لاتصالك يا هلا بحضرتك. دكتور احنا دائما المريض او مثلا حتى انه مثلا اني من كطبيبه انه من يجيني دائما نفكر بالاشياء الصعبه طبعاً. بس اكو مرات شغلات لا هي تكون تشخيصها كلش بسيط وحلها بعد ابسط. مثلا هسه الاخ من قال انه بده اخذ شغله المكملات الغذائيه، هو فعلا احنا صحيح اكو سوفان واكو خلل وضغط على الاعصاب صح. بس مرات نقص بعض المعادن مثلا البوتاسيوم المغنيسيوم المنغنيز الكالسيوم تسوي هذه التشنجات العضليه نقص البي 12 نفسيته اوكي بالضبط. فبالتالي ممكن انه انت تجرب خاصه اذا كان الاكل يعني مالته مو متنوع خصوصا بالخضروات والفواكه اوكي بالفعل. فانت اخذ هاي المكملات الغذائيه اللي تحتوي على هذه الشغلات زين، لا بأس انه تاخذ كورس من مجموعه فيتامين بي ممكن تفيد خاصه بهيك الالم العصبيه مثل ما تعرفين حضرتك. هذا خلينا نقول دايجنوستس اوف اكسكلوجن اوكي مثل ما تعرفين حضرتك بيزك از بيزك. يعني لما يجيك مريض لازم نبلش هو احنا الهيستوري هو بالضبط لا احنا احنا اول شيء نفكر بالشغلات اللي صعبه بس بعدين مثلا ورا ما من نوصل تشخيص او مدى يستفاد المريض راح يكون ممكن الشغله جدا بسيطه مثل ما حضرتك. نعم اوكي دكتور هسه سوينا العمليه دخلنا للمريض وطلع نعم. بسلامه نعم. من صاله العمليات نعم. راح تجي المرحله الاصعب بالنسبه لكم كاطباء كسوه شلون ناهل المريض على مود يرجع الى حالته الطبيعيه او مو بس هاي احنا اكيد الطبيعية. اكو عندنا ممكن مضاعفات تطلع لنا ممكن تاثيرات اجراء العمليه مضاعفات عمليه تبديل المفصل احنا بالاضافه الى مضاعفات اي عمليه جراحيه هي ممكن اول شغله اللي نخاف منها ما هو الالتهاب نعم. التهاب وارد خاصه نعم. عندنا امراض والتهابكم انتم اهل عمليات الكسور ما يرحم احنا بالعظم بالضبط اي بالعظم بالعظم التهابه ما يرحم نعم. زين فاحنا عندنا الالتهاب ممكن يكون عندنا التخثر ممكن يكون تخثر في الاطراف السفليه نعم. من اثر العمليه ممكن هواي اشياء ممكن يكون وهذني بالمناسبه صعبة. التهاب وتخثر ذني ممكن يكونوا قاتلات للمريض طبعاً. يعني هو ما مات بالعمليه بس يموت من هاي المضاعفات اللي ممكن تصير بعدين المضاعفات طبعا تمام زين طبعا احنا هاي الاشياء على مود نقلل من خاصه الالتهاب اللي هو جدا مزعج طبعا لطبيب نعم. الكسور زين اكو فد بروتوكول هو عالمي هسه ممكن نطب قبل العمليه فد 30 دقيقه نعم نعطي انتي بايوتيك اوكي زين مضاد حيوي هذه مرات يعني كاي اجراء جراحي اي اجراء جراحي على مود نقلل من الالتهاب ما بعد العمليه أوكي. طبعا ونستمر على هذا الانتي بايوتيك بعد العمليه ممكن نستمر عليه لمده 5 ايام بعد الخمس ايام يعني هذا البروتوكول اللي اللي ده تشوفون بي النتيجة زينة بعد 5 أيام نحول على الأورال أنتيبايتيك نعم يعني يكون عن طريق الفم عن طريق الفم نتناولها أوكي فنستمر عليها فد 10 أيام لحد ما نشيل الخيط لحد الالتئام الكامل للجرح اللي هو الجرح الخيط اللي هو مثل ما تعرفين حضرتك دكتورة بال 14 يوم أو أسبوعين زين ممكن نسوي ستيتش ريموفل أوكي نشيل الخيط هسه دكتور هذه صورة الأشعة اللي احنا دائما نقول للمريض انه لازم انت تسوي أشعة وتفيدنا بتشخيص شغلات طبعاً. والأفضل طبعا مو أي أشعة الأفضل يكون في وضع الوقوف في وضع الوقوف هسه هنا أنا مثل ما هي أساسا يعني ظاهرة أمامنا ده نشوف تقريبا المسافة اللي بين العظمين نقول التحام عظم صحيح بالضبط فبالتالي هو مستحق تبديل المفصل اوكي زين بالنسبة لفترة بقاء المريض بالمستشفى دكتور نعم. يطلع ثاني يوم برا هيش عملية هسه العملية تبديل المفصل بدنا نجريها بالمستشفى طبعا انا داوم في مستشفى اليرموك نعم يعني المريض بده يبقي يومين بعد العمليه يومين هذا الستاندرد زين اغلبيه الاطباء يسوي هذا يومين بعد العمليه ويطلع للبيت المريض اوكي زين احنا باول يوم بعد العمليه طبعا بالزيرو داي اوف اوبريشن المريض راح نبدا نقول له تسوي
فالثلج كمادات باردة على المنطقة اللي ركبة نفسها، على ما تقلل من الورم والأوديمة وتقلل من الآلام طبعا. نعم. نعطيه طبعا مسكن آلام زين، وتختلف قابلية الشخص إلى شخص إلى تقبله للألم. أوكي طبعًا. يعني الألم أيضا حالة حال أي تداخل جراحي طبعًا. ممكن يكون زين. بسيط ممكن يكون شديد. وراح نعطيه أبر اللي هي مانع للتخثر تحت الجلد زين. هاي الأبر يعني نعطيها لمدة 14 يوم. 14 يوم لحد ما ريموفال ستيج، بعدين نقول له تتركها طبعا. اوكي هاي صوره الجرح. نعم مال التبديل هو راح يكون بالامام طبعا. بالامام اوكي هذه هي صوره الجرح، او حتى يكون الناس يعني لها فكره كامله عنه. زين اول يوم بالاول يوم شوف يمشي دكتور. هو باول يوم انا اجيك يعني ستيب باي ستيب. باول يوم طبعا نقول للمريض بان يحرك رجله على السرير نفسه. اوكي مثلا يشد فقرات العضلات الفخذ يعني ثاني ومدد يشدها يشدها زين فقرات العضلات العضلات الفخذ. نعم. تحريك عضلات الساق. نعم. المفصل الكاحل نقول له حركه زين. تقريبا فد 8 ساعات ممكن ان المريض يقعد قاعده كرسي بس ما يثني اكثر من 90 درجه زين. البروتوكول اللي هو هم ناخذه هسه بأول يوم اللي هو ثاني يوم صباحا زين، المريض نبدأ نسوي له نبدأ نوقفه على عكازه زين، وممكن أن يخطو خطوة على عكازه الرباعية زين. في ثاني يوم زين بس يعني يكون إنه ما يقدر تقوله على رجله، وأنا ما يعني تقول جسمه يكون على عكاز. لا يقدر. أها يقدر. يقدر يمشي. زين. مو مشكلة يعني. أوكي. هو إحنا الغرض من العملية سويناها على مدى 5 أيام. أنا دخلت قصدي بأول يوم يعني. إيه. إحنا بأول يوم قلت لك يعني زيرو داي اللي هو نفسه ولا عملية. إيه. ما راح نوقفه. نعم. على الأغلب ورا 8 ساعات ممكن إذا العملية كل شيء صباحا صارت ممكن بالليل نوقفه. زين. ثاني يوم على العكاز يمشي المريض. تمام. أوكي. زين. بس تبقى من يطلع للبيت. إيه. ما يرجع الحياة الطبيعية طبعا قبل. اوكي زين. لازم قد يراد لفتره بقاء مثلا بالمنزل ما يشتغل ما يعني يرجع وظيفته يعني يحتاج في شهر الى شهر ونص زين. الافضل الافضل بين وهاي بهالفتره هاي بالبيت يكون قاعد له تمارين مثلا رياضيه يتحرك براحته يتحرك براحته على عكازه مالته ولحد ما يراجع الطبيب وراها يعني راجعنا بالدي 14 اللي هو 14 يوم بعد العمليه على مود نفحص الجرح مالته وبالتالي نرفع الخيط من يمه بعدين راح نسمح له بين يقدر يدوس اكثر يعني بعد يسوق سياره زين. سياره 6 اسابيع ورا شهر ونص من العمليه يقدر انه هو لانه قلت لي راح يكون اكو ممكن ثاني ممكن بست اسابيع يقدر يصعد درج زين يعني خلينا نقول كل هالطول يعني شهرين يكون واصل تقريبا مرحله التعافي التام ويرجع لحياته الطبيعيه. بالثلاث اشهر ممكن يرجع الكل شيء يسويه حتى هروله بسيطه ممكن يسويه. ايش قد يصير هذا اكسباير المفصل؟ تختلف الشركات هواي تعرفين حضرتك بس احنا بدنا نحكي على الشركه اللي هي نقول المصنعه الام لهذا الموضوع. نعم. هو مو اقل من 15 سنه زين. ورا ال 15 سنه راح يحتاج لازم يبدل لو حسب الحاله يعني اذا هو زين ومرتاح وما دا يتاذى هو اذا زين ومرتاح وما ما راح يجي بالضبط اي صحيح نعم. فاذا اجى لا ويحتاج تبديل مفصل فنسوي تبديل مفصل. طبعا التبديل المفصل الثانوي اي راح يكون اكثر تعقيدا من تبديل المفصل الاولي. نعم. احنا هسه يعني الدا يجري مو بس بالعراق الدا يجري بكل العالم اصلا بالضبط العظم صاير اساسا على المفصل وتليفات زين واكو ماده اللي هي نسبه المعدن على المفصل هاي بين ما نفصلها يعني راح يكون اكثر تعقيدا طبعا زين. هاي اكيد هم داخل وقت نوازن عمره وحاجته لاجراء مثل هكذا عمليه. دكتور يوسفني انه الوقت انتهى ويا حضرتك لكن اكيد ان شاء الله اتمنى انه ناس بعد ما تخاف من عمليه تبديل المفصل واللي يحتاجها اكيد يروح يسويها ان شاء الله. احنا نطمن ناسنا واهلنا بينقلهم تبديل المفصل الركبه حاليا في العراق هو كاي عمليه جراحيه موجوده الحمد لله سواء كانت عمليه قيصريه عمليه زائده دوليه عمليه رفع مراره. نعم. عمليه تبديل المفصل حاليا في العراق هي اي عمليه جراحيه حال حالها الحمد لله. شكرا جزيلا دكتور نورتنا يا هلا. اذا مشاهدينا الكرام اكيد لازم دائما نستفاد من تطور العلم حتى ناخذ الشغلات اللي تفيدنا لما نوصل مرحله عمليه اكيد انه ما ناجلها اذا حالتنا تستدعي. الصحه والسلامه لكم مشاهدينا وانتظرونا بالاسابيع المقبله.